له ساعه بيرن التليفون ما سمعتيه؟ بلا سمعت بس مشغول. طبعا مشغوله، دائما مشغوله انت. الو الو، تفضلي سكروا الخط. مدري مين كان طلبنا؟ بشو مشغوله حياتي انت؟ هاتي لشو؟ عم تحضري تلفزيون؟ طبعا مشغوله. انت وين في افلام نكد وبكي بتحطينه وبتقعدي؟ بدي افهم عشو بتحبي هالافلام هيدي؟ عشو؟ فيها طرق نكد جديده بحب اتعلمها. تتعلميها لشو تعذبي حالك حياتي؟ ما كل ما امك عم تيجي تزورنا هون بالبيت كل يوم، اكيد بدك تتعلمي طرق نكد اجد من الجديده. يه مدري مين جاي لعنا، طفيها التلفزيون. ليه بدي طفيها التلفزيون؟ خايف ما تكون امك وتشوفني قاعده مسكته عم بحضر تلفزيون مرتاحه؟ لو بتخففي شوي هالنق وهالنكد هيدا وهاللقمنه مش بيكون احسن؟ بسارة براج اشوف البختي وطالع المستقبل، ابصر لك؟ بصري لي؟ ما انا حظي عرفته. بسارة براج اشوف لك بختك يا حلوه. شوفي لي بختي، شوفي لي. تعي يا كريم، طولي بالك بلا قله عقل. فادي يا عمي طولي بالك، هلا هيدي بتعرف تقرا بالغيب، هلا لو بتعرف تقرا بالمستقبل كانت بصرت لحالها وزبطت حالها. ومين اللي قال لك انني مش مرتاحه بحياتي؟ ايه طبعا انت بحياتك طبعا مرتاحه، وخصوصي ماديا، ما انك بتطلعي قد عميت برا. فادي ليك فادي، ما تبلش، ما تزعلني. شو بدك فادي؟ شو بدك؟ بدك اياني اللي بخلقت عليك كل النهار؟ عم تهدديني؟ ليك يا حياتي، اذا عم تهدديني بالنكد لا طمني بالك، انا تعودت على النكد والنق، تعودت عليهم. بدك تهدديني ولا البنت؟ قولي لي بعيشك مرتاح، بحكيك كل النهار على رواق، بقعد انا وياك ونتساير، وساعتها بخاف منك مزبوط، بس بقصه النكد والنق انا تعودت عليهم، بقشي اثروا فيي. فادي يا بنيتي شايفتك حيرانه والهموم في عيونك سهرانه. شفت عرفت، شفت عم تحكي مزبوط. مزبوط، بس مش عني، عني انا. هاتي يدك. ايها منو؟ الدايم تستعملينها. هيدي بضرب فيها فادي دايما بس يعذبني. كريم. تسلم يدك. يا بنيتي عندك طريق طويل كلها تشواك. مزبوط. وبلشته. بس وانتي وماشيه في نصي هذا الطريق الصعب حتلتقينا المحبوب. طبعا. هي بتلتقى بالمحبوب وهو بصير طريقه صعب. فادي بيضي البخت يحلو الكلام. فادي كوني من اهل الكرام. عطيه. شو بدي اعطيها؟ عطيها. شو بدك تعطيها؟ اعطيها مصاري. شو بدك تعطيها؟ شو بدي اعطيها مصاري؟ الى ساعه بتكذب علينا وساكتين، لو كمان بدنا نعطيها مصاري. فادي عطيها. امرنا لله، تفضلي. هاي الف الف يا بخيل يا نوتي، بدك تجرسني، بدك تبهدلني. شو بدك كريم؟ بعطيها معاشي بترتاحي؟ هلا صعيب تشوفيها معطرة هيك، بس هي أغنى منا. اوعى شو أنت مقهور منا غيران منا؟ روح اعمل مثل وحشتني بقى. هيدا اللي كان بعدنا أصلي، بصر أنا، أنا أصلاً ما بعرف بصر، كنت بصرت لحالي وما وصلت لهون. شو قصدك تقول؟ ندمان أنك وصلت لهون؟ لا لا حياتي، لا أنا ندمان، لا. بس لو كنت أعرف خاتمتي ما كنت بدأت، ما كنت بدأت. فادي! عطيها، خلصني. تفضلي. أو 2000. 2000؟ 10 دولار. شو؟ 10 دولار. 10 دولار؟ ما بتتعمل غير بالدولار، 10 دولار، عشو 10 دولار؟ خلص يا فادي ما تجرسني، أعطيها مثل ما بدها، خلص أعطيها. أمرنا لله، تفضلي. هاي 10 دولار. لا، أنا ما أخذ فلوس من هذا الجنس اللئيم. إي. سمعتي شو قالي؟ من هذا الجنس اللئيم؟ أي جنس لئيم؟ اريد تجعل عمرك ما تاخذي خالتي على جنس لئيم؟ ما في مصاري. فادي اعطيني انا بعطيها اياهم هيك. لك ما سمعتي شو قالت عني؟ ايه معها حق لانك بخيل. هدي خالتي، تفضلي. شي بعصب، رح روح اعمل فنجان قهوه روق راسي. عصيرة القهوة اعمل رقوة نشرب كلنا وبعدين ابصر لكم. لك تكرم عينك خالتي. فادي روح اعمل قهوة. خالتي شو رأيك تاخذي مع القهوة التوست؟ طست لبن. لا صوت الرعبة. فادي خالتي رح قوم انا اعمل لك القهوة بايدي. والله زين زين. يا تشب. نعم. اجلس هين. نعم. اجلس هين. خير، شوفي. خير. هاتي يدك. لا لا معلش، شو بدك اختي؟ انا بليها، شو بدك بهالشغلة؟ ما تخاف انا ما حاخذ منك فلوس. ما رح تاخذي مصاري؟ لا. فاذا هول الثاني.
كفك حلو مثل وجهك. الله يخليك. يدك ناعم زي خدك. شو القصة؟ طولي بالك يا عمي، شو هيك؟ انت جاي تبصريلي ولا جاي تتغزلي فيي؟ هاتي يدك، عندك طريق من السعادة. لا لا، شو قصة الطرقات لك يا خالتي؟ كل ما واحد عطاك ايده بتقولي له عندك طريق، منين عم تشق هالطرقات؟ بدي افهم انا، يعني غير هالكلام غيري، قولي لك شكل جديد، قولي شيء. عندك طريق من السعادة كان ممكن يكون طويل. نعم. لكن في حية واقفت لك في نص هذا الطريق. حماتي. أنا تأخرت وصار لازم أمشي. لوين بدك تمشي؟ لوين بدك تمشي؟ بس وصلت على حماتي، قصدي على الحي، بدك تفلي كملي لي يلا. أنا تأخرت. لك شو تأخرتي؟ لا خليكي معلش، وين تأخرتي؟ قديش بدك تأخري يعني؟ طولي بالي. هدي للي. هيدي. هي 10 دولار كمان، ها؟ تفضل. خليهم 20. شو؟ 20. 20؟ تكرم عينك، هيدي 20. تفضلي. 20 20. هاتي يدك. تفضلي. شوفي لنشوف. وهذه الحية ناويت لك عشر، ما حتخليك تعرف ترسى عبر. والله مزبوط. ايه كملي لشو؟ هذه الحية تزورك هين في بيتك. انتبه على بيتك، عمراتك وعا حياتك. عم جرب. شوف هين جانب هذه الحية. هين هين جانبها في شي صغير. ايه؟ صغير. شي صغير؟ اه. مش بس سقاية؟ اه صحيح. هيدا عمي. جهزت القهوة. فادي. يلا تفضل. قهوة. تفضلي خالتي. أهلا. أنا أول واحد بدي أشربها. معلش. أنت إلك اللي فيه شوي لأنه ما طلعوا بقدو. هات هات أشوف لك فنجانك. لحظة طولي بالك بس نخلطه منيح. بغمسه منيح. هات أشوف لك فنجانك. شوفي لي. الله. حلو. فنجانك حلو. برافو. شوف شابة حلوة عينها عليك. شو؟ بليها 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 فادي. بليها بليها. كفي خالتي كفي، بدي اقصف عمرها وعمرك يا فادي. شوف بنت شجرة عم بتدور حواليك، يدها في يدك. هي تبغي نظرة من عينيك. قول ان شاء الله. ان شاء الله. عم بتقول ان شاء الله كمان يا نسوانجي يا بصباص وقدامي يا واقف قدامي. قومي قومي يلا. الله معي، ما بقى بدنا اليوم نبصر، سكرنا خلص خالتي يلا فلي. ولا ولا ما بدك تبصر لك بفنجاني؟ لا انسدت نفسي. بيض البختيات شاب، اقول لك كلام زين. زين ما عملتي خالتي، فضحتي لي جوزي على الحقيقة. طالب بدك يا فادي النحس. لا طولي بالك. انا تاخرت، صار لازم امشي، تاخرتي على الغسيل. يا حرام ومستخسر فيها العشرة دولار عم بتربحها جميلة عم تعطيها مصاري. ليك يا حرام شو بتعمل؟ بتشتغل كل النهار بالصارة، وكمان بتروح بتلم الغسيل من عند الجيران، بتخضر على البيت بتغسل العائدة وبتنشرهم ببيتها. يا حرام يا حرام. عن جد يا حرام. لا لا حياتي، صحيح بتاخذ الغسيل على بيتها بس بيكونوا منشورين خالصين. يلا. انت يا شب باليومين الجايين حتمرق عليك احداث تخليك تصدق انه في ناس تعرف الغيب. حتمر ثلاث تجارب عليك تكون اصعب من لسعة العقارب. شو عم تدعي علي؟ بصارة براجة. عم تدعي علي؟ عم تدعي علي العجبة؟ ثلاث تجارب تكون اصعب من لسعة العقارب. بصارة براجة. ادعي اذا بيطلع بعيدك ما تقصري، عم تدعي علي؟ طب ما حق، هيك بتقلها للمرة حرامية طيب. حرامية ونص؟ شو جاي تضحك علينا ببيتنا كمان؟ ثلاث تجارب اصعب من لسعة العقارب، عم تضحك علينا وبتضحك على غيرنا، ما بكفي اخذت مصرياتنا؟ ثلاث تجارب.